بس وزمايلي كلهم. عصام الحضري، لنفرض ان الموضوع ده ما تمش بشكل او باخر، وانه دلوقتي انت عرفت اخر الاخبار انه طلب البطاقه الدوليه بتاعتك، البطاقه من الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد بيقول لا مش هنبعت البطاقه لانه لاعب من حق النادي الاهلي. هل تتخيل انك انت ممكن بعد كل الموضوع ده والمشوار ده هترجع النادي الاهلي؟ هيبقى فيه صعوبات ولا هيبقى ولا كان في حاجه حصلت؟ انت شايف السيناريو ممكن يبقى ازاي؟ انا عايز اسالك سؤال. انا بتعامل مع الموقف بطريقه يعني معلش بروفيشنال، لاعب محترف زي ما قلت لك، انا بنزل تمريني بموت نفسي في التمرين. ليه؟ ورغم اني عارف ان انا اللي هلعب، بس برضه بنزل بتمرن باحتراف، بدي كل حاجه حقها. عارف لو قدر الله بكره رجعت النادي الاهلي هرجع النادي الاهلي هتمرن، مش هتمرن دي بتاعت جهاز فني او بتاعت مجلس اداره، مفيش مشكله. مش حد يقدر يقول لي ان انت مش هتخش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيتي. انا بحب النادي الاهلي، عارف اي ابدي كل حاجه، ابدي كل حاجه. اما انا لو قدر الله مش هرجع هلعب في النادي الاهلي. طب في كلام يا عصام ان هيجي مندوب من نادي سيون السويسري للتفاوض، وان انت هتيجي معاه، هل ده صحيح ولا الحكايه دي بتتكلم عن طريق الفساد؟ لا كلام عثمان في كلام كتير بيتقال. طب انا عشان اولا الكلام كتير، اولا انا طبعا ولا انت بتعرف تحاسبني عليه ولا انا اقدر احاسبك عليه. لان الكلام كتير، ما انا هنتكلم في حاجه ما هيش حقيقيه بدليل. انا قلت لك عن الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي هو ده على لساني انا. يعني اقصد احنا هنستمر في التفاوض في فتره بعد النهارده عن النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يتفاوض مع الناس هيقول لهم اوكي، مش عايز يتفاوض برضه بيقول اوكي. وده احتراما، ولا تقدر انت تتكلم ولا اقدر اتكلم. وانا موضوع في الاخر قلت لك انا مش مشكله عندي، انا زي ما قلت لك انا موجود. وزي ما قلت لك انا لما جيت احتراف، هو الاحتراف مش وحش يا جماعه، شرع لكل واحد، شرع ليك وليا ولغيري ولغيري ولغيري. طب انا عندي سؤال يا عصام بشكل شخصي، يعني نادي سيون يعني في النهايه هو نادي من انديه اوروبا، لكن هو مش اسم كبير. يعني احنا لو قلنا عصام مش بيجري ورا الفلوس، طب خلاص، طب كمان بيجري ورا اسم نادي كبير. نادي سيون ده يمكن النهارده النادي الاهلي في افريقيا وعلى مستوى العالم اسمه ممكن يبقى اشهر من اسم نادي سيون. ايه الدافع اللي يخلي عصام الحضري النهارده، يبقى ايه الدافع المغري لعصام الحضري ان هو يعمل الخطوه دي ويروح نادي سيون؟ لا مفيش حاجه اسمها دافع مغري دلوقتي. عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي طبعا اسم كبير ومفيش حد يقدر يتكلم في ده على مستوى العالم، مش على مستوى افريقيا بس، دي حقيقه. وممكن يكون النادي الاهلي اسمه كمان اكتر واكتر من نادي سيون. بس هي القصه كلها، انا لما اخذت القرار اني احترف، انا زي ما قلت لك ده خطوه ليا ان انا العب في نادي اوروبي تاني. مين بقى نادي اوروبي؟ في انجلترا، في المانيا، في فرنسا. وزي ما قلت لك في الاول الاخير ده مش عيب، ده هيبقى ده محسوب لي اسم النادي الاهلي، مش محسوب لي اسم مصر. لان عصام حضري منين؟ من النادي الاهلي، من مصر. ده بيتحسب للنادي الاهلي. لعيبه النهارده هاني رمزي وكابتن حسام حسن وابراهيم حسن وكابتن مجدي، ما كل دول بيتحسب لمين؟ لاسم النادي الاهلي. لما انا اخذت القرار ما اخذتش حاجات، انا لعبت 12 سنه في النادي الاهلي، عطيت كل عمري للنادي الاهلي. وعمري في حياتي انا يعني بتهيألي اكتر نومي موجود في النادي الاهلي اكتر ما بيتي في بيت امي وابويا او في بيتي انا كمان. بس مش حد يقدر يشكك في القصه دي. اما موضوع الاحتراف، انا نفسي امنيه حياتي بدليل ان انا النهارده لو انا رجعت على موضوع الاحتراف هيجي لي احتراف امتى تاني؟ اخر حاجه يعني انا عندي 35 سنه. واسالك سؤال برضه عشان بس كده، قول لي، انا احترم كل الصحافيين الاعلاميين اللي بيجي يكتب كلمه حلوه عن حضري، يكتب بيقول لك 35 سنه، يقول لك راجل متالق وراجل نجم وواد عنده 35 سنه. في اوروبا ما فيش حاجه اسمها 35 سنه ولا 40 سنه ولا 42 سنه. طالما بتدي وبتعطي في الملعب كل حاجه خلاص. لا هي طبعا، و35 سنه دي مش صوبه، دي حاجه كويسه. ان انت انا بتكلم انا بتكلم انا بتكلم كلنا عارفين انك انت احسن حارس مرمى في افريقيا يا عصام بلا نقاش. انا يمكن الدكتور عصام كان موجود معايا في غانا، اساله. انا ما كنتش بتكلم، هو يقول لك انا ما كنتش بتكلم مع واحد صحفي ولا بتكلم مع تلفزيون ولا مع راديو، هو عارف ده صحيح. صح ولا يا استاذ عثمان؟ وانا زعلت منك وخصمتك شويه. وانت زعلت مني، قلت لك بعد البطوله ليه؟ عشان انا بحب النادي الاهلي وكنت عايز اعمل حاجه للنادي الاهلي. هو احسن جول في افريقيا ده يتحسب لمين؟ بيتحسب لمصر. بس الجون احسن جون بيلعب فين؟ في الاهلي طبعا. السؤال تاني بشكل تاني، ايه اللي خلى عصام الحضري، مش هقول هروب، ايه اللي خلى عصام الحضري يمشي بالطريقه دي مش بالطريقه الثانيه، ان هو بالتنسيق مع النادي الاهلي؟ انا ما انا قلت لك انا جيت من الباب ما مشيتش خالص. لو انا مشيت ما كنتش اتفاوضت خالص من الاول، ولو اعرف ان الموضوع ان فيه فيها ان انا معايا شروط ومعايا حاجات بتقول لي امشي وبتاع، ما كنتش جيت من الاول. الناس كنت عملت كده من الاول، ما كنتش فعلا خليت نادي سيون يروح النادي الاهلي. اديك انت فاهم يعني. لو انا الموضوع في دماغي ان انا اهرب كنت هربت من الاول من غير ما اجي اتكلم مع النادي الاهلي ولا اقول للنادي الاهلي. صح ولا مش صح يا استاذ عثمان؟ ايوه يعني لو انا عايز ان
كانتش الناس جت لغانا، ما كانتش الناس جت للنادي الاهلي وتفاوضت مع النادي الاهلي مره واثنين وثلاثه. يعني في اكتر من اربع فاتسات مبعوثين للنادي الاهلي، خمس فاتسات غير المره اللي هم جم فيها. يعني انا اقول اللي مش قادر يقوله عصام دلوقتي، ان عصام عملت كده مدفوع بظروف اللي هي الظروف هي اللي دفعتك انك انت تمشي بالطريقه دي. الظروف اللي هي ايه؟ ان امنيه حياتي ان انا احترم. وانا واحد بقول امنيه حياتي ان انا احترم. والحاجه الثانيه، انا عمري ما اضيع حق النادي الاهلي. انا بقول لك عن نفسي، انا عمري ما حق النادي الاهلي هيضيع. حتى لو فيها اي كلام ثاني عمري النادي الاهلي ما يضيع. وانا في الاول والاخير مش هطول عليك، لكن الناس كلها اللي قدامي على الاس ام اس ومصر كلها وكل جماهير الكوره في مصر مختلفة على المسألة، واحنا لدرجة ان احنا عاملين استطلاع رأي حوالين الموضوع، والناس ناس كتيرة جدا شايفة زعلانة منك جدا بشكل لا تتخيله. جماهير الكورة في مصر، انا مش عايز حد يبقى زعلان مني خالص، انا مش عايز حد يبقى زعلان مني، لان الناس تعرف ان انا عاطفي. انت عارف يا عصام، الناس على قد ما بتحب اي حد على قد ما ممكن تبقى حساسة تجاهه وممكن تزعل منه. وانا مفكرني ان انا اخدت القرار، وانا ما اخدت القرار، انت مفكرني ان القرار صعب ولا سهل؟ لا مش سهل، القرار صعب بس صعب، مش عشان ان انا اجرح حد او ازعل حد مني. قرار اني امنيه حياتي كل واحد يعتبر ان كان انا ابنه، مش اتمنى ان ابنه يحترف، مش اتمنى ان ابنه يبقى احسن حارس مرمى بدل ما هو في افريقيا يبقى في العالم طبعا، مش اتمنى ان انا ابقى في نادي اطلع من نادي اروح نادي كبير اكتر وكله برضه هيبقى محسوب للنادي الاهلي مش محسوب لنادي سيون. عصام، هل سافرت مع الاسره بالكامل ولا سافرت؟ معلش سؤال، ما انا بقول لك في كلام كتير، ما فيش حاجه اسمها اسره معايا، اللي قال لك ولادي ومراتي، وانا طالع عامل شوبينج عشان اخد معايا مراتي وولادي. قالوا انك انت طالع عشان ده موسم الجليد في سويسرا، فطالع رايح اتزحلق على الجليد مش رايح العب كوره. لا يعني فعلا اتقال ان انت سافرت انت والولاد، بس انا نفسي قلت طب الولاد دي في مدارس مش معقوله يسافروا في وسط. يعني في حاجات كتير يا استاذ ما ينفعش تقال. النهارده واحد كاتبين في الجرايد قال لك انا حاضر الكاتب لن اعود الى النادي الاهلي. القرار الثاني قال لك شرط الكابتنه المشكله. القرار الثالث قال لك ان هربت. القرار الرابع قال لك ان العقد المقابل المادي. القرار الخامسه مش خايف يخافوا، ممكن يقول لك العصابه حاضر فشل في الاحتراف. لسه ما هو ده هو ده دورنا يا عصام، انك انت دلوقتي مع كل الناس وكل الناس في مصر سامعاك دلوقتي. انا مش عايز حد، بص انا يا جماعه يعني مش عايز حد يزعل مني، يعرف ان عصام حاضر عامل ايه وعاطي ايه، ومش عايز حد يزعل مني، وانا بتاسف باي حد. اول مره انا بقول في حياتي هو مش عيب لما تاسف، مش عيب بس عايز الناس تدعي لي والناس يعني تعذرني، لان انا زي ما قلت لك انا اعتبر ان كان ابنهم، ما يتوقعش ان ما يحبش ابنهم يبقى في مكانه. هسألك سؤال بقى يا عصام، ليه ترتيبات يعني بيحز في نفس الناس شويه انه ترتيبات سفر اهم حارس مرمى يمكن في تاريخ مصر، حارس مرمى منتخب مصر المتألق اللي هو كلنا كنا معاه وكلنا كنا كل مصر بتعشقه، اهلي وزمالك الكل بيعشق عصام الحضري، ليه ترتيبات سفر وتبقى على القهوه، ترتيبات احتراف وتبقى على القهوه؟ بس حامل القهوه دي مش حاجه اسمها قهوه خالص، قهوه اثنين كوفي شوب ما تزعلش، قهوه شقاوه في المهندسين، ايه قهوة شاوفة عشان قعدت في كافيه، يبقى بقى كنت كاني قاعد مع ناس. اهو ده اللي كان، يا رب كنت قعدت مع الاستاذ عثمان، كانت الناس قالت لك هو الاستاذ عثمان هو اللي بيدبر كل حاجه. ايوه كنت انت مشيت وانا اللي هو الوقت القصه الوقت لما انا اقعد في كافيه مع اصحابي. عايز اسالك سؤال، لو الموضوع لو هجاوبك بس على السؤال، لو انا عايز حتى الموضوع ما يتعرفش بيني وبينك، هقعد في بيت ولا هقعد في كافيه؟ انا عايزك تجاوبوا انتوا، يعني لو انا هعمل موضوع سر وبتاع هقعد في الكافيه ولا اقعد في البيت؟ في البيت اكيد، صح ولا غلط؟ بس هو سر هو انا عشان جواز سفرك مش كان المفروض مع هو عشان لو انا قعدت مع الاستاذ عثمان على القهوه يبقى كان انا كنت بتفق وانا قاعد على القهوه او قاعد في الكافيه بتفق على موضوع ان انا امشي؟ لا كان ممكن بقى تقول في النادي وانت رايح تلعب مباراه المصري البورسعيدي في المباراه الاخيره ليك مع النادي الاهلي، تقول لهم والله يا جماعه معلش انا مسافر عشان عندي محاوله عشان لا انا بس انا بس بضبط على وقبلها ما قالوش ان انا كنت قاعد في معسكر ليه؟ قال لا ما هو عشان قعدت في كافيه، قال لك ان هو كان قاعد في القهوه بيتفق بيتفاوض مع الناس. حاجه صعبه برضه يعني حاجه، من عشان كده بقول لك انا سمعت حاجات كتير. في كل الحالات ايا كان مشي موضوع الاحتراف او ما مشيش، اول رجوع ليك للقاهره ممكن يبقى امتى يا عصام؟ والله انا يبقى امتى يعني؟ هترجع امتى القاهره؟ يعني في كل الحالات هترجع عشان تخلص متعلقاتك لو هتكمل، او هترجع النادي الاهلي؟ والله يعني انا مع اللي في الخير طبعا يا رب، ربنا ما اقدرش ان الوقت يعني اجاوب عليها. طب انت شايف انك انت لو فشل موضوع الاحتراف، مش هقول فشل، لو ما توفقتش في موضوع الاحتراف، من السهل ترجع النادي الاهلي؟ من السهل النادي الاهلي يتقبلك؟